من زملاتكم يعني شقلب البطوله شقلب، وانا حابه جدا، وان شاء الله مستني اتكلم عنه زي بيتكلم عن صلاح وبيتكلم على مرموش. ولا واحد فيهم عرفك، ولا هم اصلا عايزينك تدخل مداخله معانا، وقالوا لي لا ما تجيبوش على التليفون. عمر خضر مساء الفل عليك يا عمر. ازاي حضرتك يا كابتن عامل ايه؟ ازاي بقول لهم عمر خضر على التليفون، قالوا لا ما يدخلش المداخله. ينفع الكلام ده يا عمر؟ لا ما ينفعش. لا انا كابتن. ينفع الكلام ده؟ لا لا ما شاء الله كلهم بيحبوك، ويعني حسيت قد ايه انتوا مجموعه واحده ومجموعه حابين بعض يا عمر والله. وبهنيك على المستوى اللي المنتخب كله ظهر بيه واللي انت ظهرت بيه، والمباراه الاخيره الحقيقه من المباريات الرائعه التي لا تنسى. يعني مبروك عليك احترافك الاول، وطمني الدنيا ماشيه ازاي في استون فيلا، وطمني منتخبنا هيبقى شكله عامل ازاي في النهائيات بتاعت افريقيا يا عمر ان شاء الله. اولا الله يبارك في حضرتك يا كابتن، احنا ان شاء الله الفتره الجايه يعني هنركز ان شاء الله، والمدرب كان اللي هو لسه جديد يعني وكده، ان شاء الله احنا نلحق بقى بالبطوله دي، نلم نفسنا ونحفظ الشغل وان شاء الله يعني نركز في اللي جاي باذن الله. طمني الدنيا ماشيه ازاي في استون فيلا؟ لا الحمد لله كله تمام، من ساعه لما رحت يعني الحمد لله ماشي كويس، والناس مبسوطين بيا يعني الحمد لله. بتتمرن مع الفريق الثاني؟ بتمرن مع تحت 21 سنه. ايوه. واوقات كتير يعني بتمرن مع الفريق الاول هناك الحمد لله. ساعات بتطلع مع الفريق الاول، مين مدرب استون فيلا دلوقتي؟ ده يوناي امري. يوناي امري من المدربين الكويسين على فكره يعني. ده فيرست تيم، ده فيرست تيم. ما انا بتكلم على الفيرست تيم. تحت 21 سنه. فيرست تيم يوناي امري. ومعاك مدربك تحت 21 سنه اكيد انجليزي. لا لا من اسبانيا برضه. والله؟ والله اسبانيا. بيوحدوا مدرسه التدريب هناك؟ يعني التمارين كلها مثلا يعني تمارين الفريق الاول بتبقى زي تمارين 21 سنه و 18 سنه. بتبقى التمارين كلها متوحده على الفرقه كلها. بتطلعوا تتمرنوا كل قد ايه مع الفريق الاول؟ على حسب، ممكن ساعات مثلا نلعب ماتش ضد الناس اللي كانت بره السكور. يبقى تاني يوم بعد الماتش بتاع الفيرست تيم مثلا. فساعات بنطلع نتمرن معاهم، واغلبيه الوقت يعني بنبقى معاهم. كويس. عارف تتأقلم بشكل جيد هناك يا عمر؟ والله يا كابتن في الاول يعني اول اسبوعين كده كنت لسه. بس الحمد لله دلوقتي انا اتأقلمت معاهم، واللعيبه كلها دخلتني معاهم. حلو. بيحبوني جدا يعني. ما شاء الله انت كمان لعيب جميل ولعيب جيد وتتحب يعني. انا عايز بس عايزك تديني وعد على الهوا انك مش هترجع من مصر غير من انجلترا او من اوروبا غير وانت محقق كل اهدافك، تبقى زيك زي صلاح، زيك زي مرموش، زيك زي النجوم الكبار، وعندك سام مورسي كمان بيلعب في ابسوش تاون، يعني عندك نجوم كتيره في اوروبا يا عمر. يا كابتن ده اللي في دماغي اصلا ان شاء الله، ان انا اكسر الدنيا بره باذن الله. باذن الله. عمر بقى احكي لي اصعب موقف حصل عليك في حصل معاك في التصفيات. يعني بعد ماتش الجزائر. الجزائر. لان انا كنت بدات البطوله. فما كنتش في احسن مستوايا ليا، يعني احسن مستوى ليا، لان انا من ساعه لما رحت استون فيلا كان بقالي كتير برضك بعيد عن الماتشات، بشارك كل فين وفين عشان انا لسه جديد في استون فيلا. نعم. فكان بقالي كتير بعيد عن الماتشات، فكنت لسه باخد ماتشات واحده واحده. فكان اصعب بقى ماتشات عليا ماتش المغرب، عشان كمان اتخبطت في رجلي. بس بعد ماتش بقى الجزائر معتز وزعلوق وكده، جم اتكلموا معايا في الاوضه وقعدوا يفوقوني ويقولوا لي باذن الله الاول، وان شاء الله هنصعد باذن الله. بشكرك يا عمر شكرا جزيلا، وبتمنى لك التوفيق يا رب ان شاء الله، ونتكلم عليك وانت جايب اجوان في الدوري الانجليزي مع استون فيلا باذن الله. خلينا نروح